يمثل الشهر الرابع بداية المرحلة الثانية من الحمل، والتي تمتد بين الأسبوعين 13 و16، وستشهدين الكثير من التغييرات في هذا الوقت. تشعرين بمزيد من النشاط بينما تقل فرص الإجهاض خلال هذه الفترة. في هذا الفيديو نخبرك بالأعراض التي تعانين منها في الشهر الرابع من الحمل. أولاً، تعاني بعض النساء من البواسير بسبب الضغط الذي يسببه نمو الطفل على أوردة المستقيمة، والذي يمكن أن يكون مؤلماً للغاية. ثانياً، يحدث نزيف اللثة عند العديد من النساء الحوامل بسبب زيادة هرمونات الحمل، مما يجعل اللثة أكثر نعومة وحساسية. عادة ما تختفي هذه الأعراض بعد الحمل. ثالثا، يمكنك توقع الركض إلى الحمام كثيرا، حيث سيكون هناك ضغط على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول. رابعا، تعاني بعض النساء من ضيق في التنفس بسبب بقاء الجنين في الرحم لمدة 4 أشهر، وذلك لأن الرحم يتمدد لإفساح المجال للطفل للنمو، وبالتالي الضغط على البيئة المحيطة والأعضاء. خامساً، الحموضة المعوية هي عرض شائع لكثير من النساء الحوامل. هذا يرجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن عملية الهضم تتباطأ أثناء الحمل، مما يؤدي إلى حرقة المعدة. طريقة تجنب ذلك هي شرب الكثير من الماء وعدم تناول الكثير من الوجبات الثقيلة في اليوم، مما يسهل على الجسم هضم الطعام. سادساً، تخضع بشرتك أيضاً للعديد من التغييرات أثناء الحمل. قد ترى بعض النساء بقع جلدية بسبب زيادة هرمونات الحمل. من المهم العناية ببشرتك في هذه المرحلة باستخدام مرطبات وغسول خفيف. سابعاً، ستكتسب الحلمات والهالة ظلاً أغمق، وستكون أوردة الثدي أكثر وضوحاً أثناء الحمل. ثامناً، في هذه المرحلة يمكن للجنين إحداث الكثير من التغييرات في جسم الأم. نزيف الأنف هو واحد منهم. لا يعتبر النزيف أبداً علامة جيدة، ولكن أثناء الحمل تعاني بعض النساء من نزيف أنف خفيف تحدث بشكل أساسي بسبب ضخ كميات كبيرة من الدم من الجسم لإدارة الحمل. ستتغير صفاتك العاطفية والجسدية والنفسية كثيراً بمجرد الانتهاء من الشهر الثالث. ستختلف رعاية الحمل في الشهر الرابع اختلافاً كبيراً. بعض الأشياء التي يمكنك توقعها في الشهر الرابع من الحمل هي: أولاً، يمكن أن تلاحظ بعض النساء خطوطاً حمراء رفيعة على الفخذين، وهي عبارة عن دوالي سطحية. بعد الولادة سوف تتلاشى هذه الخطوط وتختفي تماماً. ثانياً، سيختفي غثيان الصباح، ولكن قد تظلي تشعري بالتعب وسرعة الانفعال. ثالثاً، سوف تتغير شهيتك، ومن المهم أن تتناولي طعاماً مغذياً ولذيذاً، لأنك تأكل الآن لشخصين.